وده مع عادنا مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه اكونتس المشاهير وبنشوف بيستخدموا السوشيال ميديا ازاي. ونجمة السوشيال لاب النهاردة هي بطلة من أبطال غزة. بطلتنا النهاردة هي الصحفية برسية العقاد واللي شافت كل جرائم الحرب وكانت ثابتة ومتماسكة رغم كل اللحظات القاسية اللي عاشتها. برسية العقاد وفقت بعد سيتها القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وسخرت كل الأكاونتس بتاعتها على السوشيال ميديا لنقل صوت أهالي غزة، ولكن في وسط تغطيتها للأحداث كانت بتسرق لحظات حلوة مع الناس وخصوصا مع الأطفال، وده اللي خلى تغطيتها مميزة جدا. الانستغرام بتاع برسية عليه 4 مليون متابع وهي بتتابع 298 شخص، واكتر شيء مميز عليه كل الفيديوز اللي نشرتها باللغه الانجليزيه واللي اتكلمت فيها عن الاوضاع في قطاع غزه وكمان وثقت فيها رحلات سفرها لمصر ومن بعدها استراليا. برسية لحد دلوقتي نشرت حوالي 184 صوره وفيديو، لكن اخر فيديو نشرته كان فيديو خروجها من غزه واللي اعلنت فيه اضطرارها للخروج من قطاع غزه بعد ما تعرضت هي وعائلتها لتهديد مباشر طبعا من الاحتلال الاسرائيلي. قبل الحرب اكاونت برسية كان كله صور عن فلسطين وسفرياتها، ودي كانت واحده من اجمل الفوتوشوتس اللي عملتها بالزي الفلسطيني، والفيديو ده حقق 15 مليون فيو وبتحكي فيه عن حياتها قبل 7 اكتوبر. وبكده تكون خلصت فقره السوشيال لاب.